وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر. إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. شب جمعه شد
دل بهان گرفت، شب جمعه شد دل بهان و آتش ز جانم زبان گره، خدایا پیش تو با شوق و شور آمدم، شبی بی‌قرینه کجا کجا، خدایا مدینه کجا، من کجا، من کجا، خدایا اینایی که میگن من کجا، مدینه کجا، روز اول سفرشون نیست، خیلی ها دارن میرن هنوز باور ندارن کجا نشستن، از یا هنوز میگن شاید یه خواب و رویاست، ای کاش از این رویای شیرین هیچ موقع بیدار نشیم، میترسم از اون موقعی که ببینم این شبا از دستم رم، خدای نکرد من دست خالی رفتم از مدین، آی خدا امشب به گدایی اومدم در خونه شبی بی‌قرینه کجا، من کجا، خدایا مدینه کجا، من کجا، به بامی رفیع آمدم خواب نیست، کنار بقی آمدم خواب نیست، خدای من سزاوار رد و قبولت شدم، قباری به قبر رسولت شدم، دل خسته با شوق شدم نشین به یاد مزار امامان دین، من و رحمتین چنین شکر تو، من و قبر ام البنین
شكرتم لئن شكرتم لازيدنكم بقدي شكران بجا مياريب میونه ناله هاتم میگی خدا نکنه سفر آخر عمرم باشه نکنه دیگه عمری نباشه مدینه رو نبینم الهی گناهکارم اما شدم تو بکار ببخشایم ای رحمت بی شمار اگر دل به غیر تو دادم ببخش به حق امام جوادم ببخش تا الان تو امشب همه این حضرات معصومین رو در خونه خدا می آوردی شفیع قرار می دادی امشب یه شفیع دیگه هم میاری در خونه خدا جگر گوشه امام رضا جواد الامم شهادت مظلومان یال امام غریبه به حق امامی که از زهر کین دلش خون شد و پیکرش آتشین ز زهر جفا سوخ پا تا سرش به جنت شده خون دل مادرم از کنار حرم پیغمبر از کنار قبور امه مظلوم بقی دل تو ببر کنار اون حجره در بسته ای که جواد الامه امام مظلوم امام جوان امام 25 ساله ای که به دست همسر نامهربان مسموم شد هرچه میان اجر صدای نالش بلند بود آخ جگرم داره میسوزم یه دست کنیزا رو جمع کرد جلو در حجره صدا زد پای کوبی کنید دست زفشانی کنید صدای جواد و لعمه رو که زینش نبه بعد از شهادتم بدن و روی بام خانه بردن سه روز و سه شب بدن روی بام بود گریه کنات زائرا اما یه عده کبوتر اومدن بال در بال هم دادن نداشتن بدن امام آفتاب بخوره دلها به سوزه برای ارباب بی کفنمون حسین آه برای اون بدنی که سه روز و سه شب روی خاک آب و روی بیابان گرم کربلا بود با عشق چشمت با ناله هایت همه درهای اجابت باز بروی تو دست نیاز به سمت بی نیاز مطلق بلند کن ده مرتبه همه با هم الهی الله الرحمن الرحيم
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستجمع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤالا يا خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك
ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحزن مبذلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت. وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أغلت وكم من عثار وغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبزني عن نفي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يهجبنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما أملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوفا. إلهي وربي من لي غير يوم. أسألك جفا ذري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوايا وأسأده على ذلك القضايا فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده وخالفت بعد أوامره فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيت يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا ونادما منكزرا مستقيلا
استغفر يا منيبا مقرا مذعنا معترفا يا رب لا أجد مفرا مما كان مني ولا يا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعفي وبدني يا رب ارحم يا رب ارحم ضعفي ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ذميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيها ضايا أنت أكرم من أن تضيئ من ربيت أو تبعد من أدليت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الذنب ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه
ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المزدكي؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي، فكيف أصبر على فراقه؟ وهبني يا إلهي صبرت على حر ناري، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها يا دجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستزرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال عارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها يا بمعصيته وغبس بين أطباقها يا بجرمه وجريرته، وهو يذج إليك ذجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك، يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يامل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهربه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقه وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟
أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها يا بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها يا مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتدولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يزدمون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغذية التي هتمتها وهكمتها وغلبت من عليها أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تزدر. يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاضتي، يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة،
حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانهي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك يا مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، فاجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأغرب منزلة من، وأخص زلفة لدي، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتب علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأغلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناداي، ولا تقطع من فضلك ويا رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع، يا سريع الرضا، يا 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 اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره، وطاعته غنى، ارحم الرأس ماله الرجاء، وسلاهه البكاء، يا سابق النعم، يا دافع النغم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله،
وصلى الله على رسوله وعلى أئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. من که با سوز سینه آمدم به دیار مدینه آمدم، گرچه پیامبر پناه آوردم، گرچه من رو سیه تر از همه آیم، گرچه کم میهمان فاطمه ایم، هر کم میهمان فاطمه ایم، آی آی آختاب شویم گناه از دامن، این قبر بی چراغ حسین. به به، بذارید صدا نالاتون و مدینه ضبط کنه تو خوده، تا بشویم گناه از دامن، این من این قبر بی چراغ حسین. حسنت در بقی راهم داید، سید و ساجدیل پناهم داید، پناهم داید، ای مرا پنجمین امام همایم، سیدی وصی نبی، وصی علی، جعفر ابن محمد ابن علی، به پیامبر قسم، به مادرتان، به پیامبر قسم، به مادرتان، نروم دست خالی از درتان. گدا با دست خالی اومده، کشگولای خالیتونو بگیرید امشب در خونه خدا، خجالتم نکشیم، به پیامبر قسم، به مادرتان، نروم دست خالی از درتان. جانم، بذارید ناله همه بلند شه، جان جان همه کجاست بقیم، تربت فاطمه کجاست،
تربت فاطمه کجا شب جمعه بابا هر کاروانی وارد مدینه میشه خوشحالن اهل کاروان همه خوشحالن میگن خدا مدینه قسمتمون کرده اما بذارید از این بین الحرمین ببرم طول بین الحرمین کربلا آخ آخ یه کاروان من سراغ دارم هرچی نزدیکتره به مدینه میشه حزن و اندوه اهل کاروان بیشتر میشه چجور خبر بدن این کاروان داره وارد مدینه میشه زین العابدین علیه السلام بشیر رو مأمور کرد بشیر برو مدینه اعلام کن کاروان کربلا وارد مدینه شد به به قلبونه اشکا و ناله هاتون آخه یه مادریم تو مدینه منتظر عباس بشیر وارد شد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فدمایی مدرارا شب جمعه شب رحمت و مغفرت قبل از اینی که انشاءالله نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج دعا کنن دستاتو بیار بالا خجالتم نکش آی گناهکارا صدا تو این بین الحرمین تنین انداز بشه ده مرتبه الهی علم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم فاستجب دعواتنا ولا تخيب آمالنا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا
ولمن وصانا بالدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين قانمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، واخذل الساينة الغاصبين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. پروردگارا فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، ما را از یاران و منتظرین راستین و نظرت قرار بده. پروردگارا روح بلند امام راحل و ارواح پاک شهدا رو با پیمبر و ائمه اطهار محشور بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری سلامت و طول عمر و موفقیت عنایت بفرما. خدایا ما را قدردان انقلاب اسلامی قرار بده. مراجع عالی قدر تقلید را در کنف حمایتت مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توطئه دشمنان اسلام و مسلمین را به خودشون بازگردان. پروردگارا اسلام و مسلمانان را در همه جای دنیا سربلند و سرفراز بدار. خدایا دولت و مسئولان نظام را در خدمت به مردم و حل مشکلات توفیق عنایت بفرما. پروردگارا جوانان ما را به صلاح و پاکی هدایت بفرما. وسیله اشتغال و ازدواج برایشون مهیا بفرما. پروردگارا بیماران خصوصا سفارش شدگان را شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگارا پدران مادران گذشتگان ما رو غریق رحمتت بفرما. به جان بازان عزیز و آزادگان سرفراز صبر و اجر عنایت بفرما. پروردگارا حاجت حاجتمندان روا بگردان. حج ما زیارت ما رو قبول درگاهت قرار بده. این سفر را سفر آخر ما قرار مده. خدایا همه کسانی که به ما التماس دعا گفتن حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.